دكتور عثمان محمود احمد، مدرس واستشاري جراحه الاوعيه الدمويه جامعه اسيوط، وحابب اتكلم معاكم مع النهارده عن موضوع شائع جدا وبيأثر على نسبه كتيره من السيدات والشباب، هو موضوع الدوالي. والمرضى دول بيجوا يشتكوا من اشياء كتير اثناء العمل، لان احنا كلنا بنتعرض لفترات كتير الوقوف في العمل، او لفترات بالنسبه للسيدات الحمل باستمرار خاصه في الصعيد. واغلب المرضى دول بيجوا يشتكوا من الام في الساق واسفل الساق مع تورم بعد الوقوف لفترات طويله. وفي نهايه اليوم ممكن يبقى في احساس بالهرش في اسفل القدم. والنقطه اللي احب استرس عليها واكد عليها، ان المريض بتاع الدوالي لما نيجي نفحصه نقيمه على اساس واحده، ما ينفعش ان انا افحص المريض كدوالي على الساق بس، ان في نسبه كتير من السيدات بيبقى اساس الاورده هي منطقه الحوض نتيجه الحمل والخلفه لفتره طويله، 4 أطفال 5 أطفال كالعاده اللي موجوده عندنا في مصر. ففحص بجهاز الدوبلر الترا ساوند مهم جدا لنعرف اساس الاورده دي فين، لانه في نسبه كتيره منهم بيكون عندهم احتقان في منطقه الحوض وهم مش عارفين الاعراض. من الاعراض بتاعه الاحتقان في منطقه الحوض هو الاحساس بتقل في منطقه الحوض بعد الوقوف لفترات طويله، او الام في منطقه الظهر، بالاضافه الى تغيير في سواء في عدد الايام او كميه الدوره الشهريه، خاصه مع استخدام وسائل منع الحمل او اللولب، بالاضافه ان هو تغيير في اثناء العلاقه الزوجيه، وجود الام شديده اثناء العلاقه الزوجيه، او تغيير في طبيعه الذهاب للحمام والتبول بكميه كثيره، في عدم وجود اي اعراض لمرض السكري. كل الاعراض دي بنحاول نجمعها مع بعض مع الام الدوالي ونعمل سونار كويس نعرف اساس الاورده فين. هو الاساس في طرق كتير للعلاج، من الحقن الى الليزر التراد الحراري، والنقطه الاهم ان احنا نعرف الاساس بتاع الاورده فين.